قال لي يقتلوا ولدك، خرجوا على ولدك، كلوني في الروز، شربوني القهوة، تيعدد على راسه. أوليدي واش هبلتي على وراقي؟ قالك ما هبلتش، مشى ولدك، قتلوا ولدك. إلا بقيت بعقلي على هاد الشي ديال ولدي، لا إله إلا الله. شوفوا من حالتي، شوفوا من حالتي يا صاحب الجلالة، شوف من حالتي. تنطلبك الله يحفظ لك مولاي الحسن، الله يحفظ لك لالة خديجة، الله يخليك لينا إلا ما وقف معنا هاد الأم. وشوف من حالة هاد الولد اللي مات في بلاد من غير بلاده. السلام عليكم أوليداتي، الله يكتر خيركم. جيتوا تواسيوني وتسولوني كيفاش أنا مجروحة وكيفاش أنا محروقة من هاد الشي ديال ولدي. أنا ولدي كان هنا تيقرا، شد لانجينيور ديالو، كان تيقرا في ليمسي 5 سنين، كمل تيدير لي ستاج. مع الاخر قال لي بغيت نمشي لوند باش ندير الماستر ديالي. ما بين 2016 و17 مشى دار لا لونغ، عقب رجع مشى في 18 و19 تما باش يدير الماستر ديالو. دار الماستر ديال الشعبه ديالتو، عقب دار ماستر ديال الكوميرس. شدته كورونا تما، ملي كان كاري مع الطلبه ما كانش عنده مشاكل. ملي كمل فيزتو ديال الطالب ما يمكنش يكريو ليه مع الطلبه. كاينين الناس اللي تيكريو تما الديور وتيكريو البيوت. مشاكره مع واحد السيد، هما 4 الناس كل واحد من جهه. ولدي مشى تيخدم في واحد القهوه، ملي جات كورونا تسدات ديك القهوه، ولا تيجي ولدي تيصيب البيت ديالو مقلب مفتش لي حوايجو. عيط ليا قال لي هاد السكنه اللي سكنت راه هاكين. انا بالعكس قلت ليه ما تنواش ولدي، وهادي مهم. هو كان مع الطلبه كان هاني، ولكن ملي ولا مع السكان الكبار وكل واحد من جهه شك في داك الشيء. دازت واحد 6 شهور، عيطت ليه السيد اللي كاري ليه البيت، قال لي خصك تعطيني لي ديبلوم ديالك نبيعهم ونبدا نعطيك شك فوا فين بعتهم، نعطيك لابار ديالك. ولدي قال لي ما يمكنش هادشي، انا ما جايش نديرو في انا داير ديبلوماتي باش ندير وريقاتي، ولا ما نديرهمش نمشي لبلادي. من تما بدات المشاكل مع السيد. صافي ولدي شك فيه بانه هو اللي تيقلب لي حوايجو وداكشي. دازت واحد النهار مشى السيد لبلادو، جا في الليل، قال لي كانت كورونا ما يمكنش يخرج من الدار، قال لي غادي تخرج دابا من الدار. صعدر ليه بالعاني، قال لي تدير الموسيقى تتفعل هاد الشيء. راه قالوا ولدي البوليس بان، قال لي كون كنت انا تندير هاد المشاكل ما نكونش كاري ليا شحال هادي هو كاري ليا. راه هاد السيد هطلب مني وهطلب مني وهطلب مني. هاد السيد راه تيدير وتيفعل، حرقو هذاك الشيء اللي عرف فيه ولدي، قالوا للبوليس. المهم داك النهار بالضبط فاش كان هذا المشكل، جا بغى يحل ولدي البيت، ضربو، هرس ليه كتفو، هرس ليه يدو. عيط ولدي للبوليس، جاو البوليس، داو هذاك السيد البوليس. ولدي داوه لوبيتال، شهر هو كاين في لوبيتال، شهر هو في لوبيتال، تيداويه البوليس، تيداويه لوبيتال. وعندي لي زمال باش كان تيتراسل مع البوليس بان راكم درتوني مزيان، راكم السبيطار راه تيعاملني مزيان. المهم شكرو. خرج ولدي من السبيطار، بقاو حوايجو عند السيد في الدار لان ما صابش فين يديهم، بقاو عنده. عيط، جا صاب مع، كان دار ملي خرج من ديك القهوه كان دار واحد لابليكاسيون تيخدم بها اون بيسيكليت، كرا كريما شرا بيسيكليت، صاب لا بيسيكليت تخونات لي ملي خرج من السبيطار.
عقب عيط ليا قال لي راه لا بيسيكليت راه تخونات دابا خصك تصيفطي ليا الوالده، دابا راه ما بقى عندي حتى ريال، راه والو راه مش هنا، ما داكشي اللي كان عندي راه درت به كوسيون عند هذا السيد، دابا راه ما بقاش عندي بيسيكليت باش كنت خدام، راه ما بقاتش عندي. صيفط لي باش يشري البيسيكليت، وكان يمشي عند الناس لان ما كانش عنده حق باش مع اليد مهرسه شهر وهزها في هكا في يدو تيدير الترويض، تيمشي عند الدراري اللي تيعرف تيغسلوا ليه تيعوموه لان كانت يدو مشات. مهم انا ما هو ما قدرش يقول لي هذا الشيء لان قالها غير خواتاتو، عاد عيط قالوا لي خواتاتو، عيطت ليه قلت لهاش هذا الشيء، دخل بحالك، قال لك ما يمكنش دابا راه كورونا ما عنديش كي ندير نمشي. شربناها في ما قلنا يعطيه التيساعه ولدي شنو بغيتي، هو قال لي انا غادي نخرج من عنده ولكن ما صابش الكرام كيفين يمشي. الفيفريي هذا الشيء طرا ليه في ديسمبر 2020 فيفريي، عقب صيفطت ليميل للبوليس، هو عندي تيقول لهم حميوني من هاد السيد، راه ماشي غير هرسني راه خطر على ولدي، طاق في البوليس حين تعيطوا عليه وقالوا لي غادي تعطيه اتساع وخليه وهادي. المهم داروا معاه القانون اللي تيدار، ولكن ولدي طاق في داك الشيء ما نواش بان راه غادي يطرى لي هاد الشيء. داز في فيفري مارس افريل ماي جوان عيطت عليه قلت لي صافي ولدي راه تسرحوا اجي بحالك، انا راه بغيت درت عمليه وجا وليدي لعند خواتاتك لنموت لندير باش ناثر فيه باش يجي بحاله، وفعلا هذا الشيء اللي كان اللي نويت نيت فعلا تنصحبش انا هو اللي غادي يموت، انا اللي تنصحب راسي انا اللي غادي نموت. عيطت ليه قال لي في العيده الوالده غادي نجي، كانت ديك الساعه ملي درت العمليه كانت بقى 20 يوم كنت في السبيطار، خرجت بيومين بقات العيد، عيط لي يا ولدي كان بالجمعه قال لي فينك، قلت ليه في مراكش، انا تنصحب بغى يجي يشد الطياره ويجي لمراكش. قال لي الوالده عندك عيط لك شي حد، راه فلان اللي هرسني من يدي هو اللي معاه ثلاثه ومعاه المغاربه وثلاثه جزائريين والمغاربه، راهم دخلوا لي البيت، راه خونوا لي لي ديبلوم ديالي اللي كان مهددني بهم، خونوا لي حوايجي وخونوا لي البيسي وخونوا لي جميع اللي عنده، خلاوه بحال لا ما عنده والو. قلت ليها جا وليدي غير سير خلي ليهم كل شيء، اجيني غير بعمرك، ما بغيت لا ديبلومات لا حتى حاجه، غير اجي وليدي. قال لي راه داخلين ليا دابا في التليفون راه تيسمعوني، دابا راه غنمشي للبوليس ونجي، انا ما تنعيطش في الليل ليه، قلت انا ما نويتش لهاد الدرجه غادي يكون هذا المشكل، خليت ديك الجمعه في الليل ما دويت ليش. نهار السبت الصباح مع العشرة عيطت ليه، ليه المهدي ولدي فينك شنو درتي فين وصلتي، قال لي قتلوا ولدك خرجوا على ولدك، كلوني في الروز شربوني القهوة، تيعدد على راسو أوليدي واش هبلتي على وراقي، قال لك ما هبلتش، مشى ولدك قتلوا ولدك، قلت خواتاتو ولد خوكم هبل على وراقي. صافي انا مع داك الشيء وحرا يلا دايره العمليه طحت، قطعت الكومينيكاسيون انا وياه مع العشيه اللي العشيه كامله وحنا نعيطوا وطيصوني التليفون ما كاينش اللي جاوب، لحد دخلوا الفيسبوك تيعيطوا على العائله شكون فلان راه الله يرحمه راه دا السر معاه، عيطت عليا مغربيه عيط عليا مغربي عيط عليا جزائري ماشي انا، تيعيطوا للناس اللي صابوا في تيقول لهم عطيونا التليفون ديال الوالده ديالو، بغينا الوالده ديالو نجمعوا نجيبوه ليها بلا ريال بلا جوج ونجمعوا هاد الملف. ما فهمتش شنو هاد الملف، واش انا مات ليا مش ولو يجيو يبغاو يديروا فيا حتى الخير غيكون حتى مات بكورونا، وما نبغيش اللي يجي يدير معايا كاع انا هادشي، انا بغيت ولدي ماشي يقتلوه ليا وعاد يجيبوه ليا. صافي
عيطت مش جيت درت محضر هنا في عند الوكيل، مشيت سمع لي لي زوديو ديالي، لي زوديو ديالهم ماشي ديالي، السيديات ديالهم، دفعني لابي جي، سمعوا مني لابي جي داكشي اللي كانوا تيعيطوا ليا وتيتراسلوا مع الناس اللي تيجيوني. صفت الناس ديالي في لوند، مشاو للبوليس تيقولوا بان فلان مات، مشاو شي حد اللي مشى للقنصليه تيقول بان عوف المهدي مات، داروه انكوني، ها هما عارفينو مات ولكن ما علموش به البوليس، داروه بان بحال شي واحد ما عنده لا ورقه لا والو. صيفطت لاكارت ناسيونال من المغرب وصيفطتها، عاد اعترفوا به البوليس، عاد داروه في الجنايات بان سميتو راه في الجنائيه، عاد داروا له لوطوبسي. المهم داروا معايا اربعه الطباء اللي غادي يهضروا يقولوا لي اشنو كاين. طبيبه قالت لي بانها راه مات بكسور وما عنده لا دروغ لا 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 الكول، وثلاثه الاخرين اللي حد الان مازال ما قالوا ليش اشنو كاين عنده. 10 ايام عاد بان تيعيطوا لي تيقولوا لي راه في لوبيتال الفلاني، تنصيفط الناس لوبيتال الفلاني ما تيصيبوش. ما عرفتش ديك 10 ايام فين كان، عاد بان في واحد لوبيتال اخر. هادشي اللي كاين دابا انا تنطلب، انا ما بغيت والو، تنطلب غير جلاله الملك يوقف معايا ويشوف لي من حال الام، وهذاك راه ولده ومغربي وبريء، وبغيتو يشوف من حالتي. انا غادي نموت من مور ولدي وما نعرفش حقيقه موت ولدي. مشيت للخليجيه عيطوا عليا قالوا لي اجي راه هاد التليفون ديالو، واش انسان اللي قرا 3 سنين في لوند ما عنده حتى حاجه، عنده تليفون صيفطوه، وملي جاو يحلوا العلبه ديال التليفون صابوا باسبور جاي من القنصليه مجهول، رساله مجهوله. ما فهمتش هاد الولد عنده الباسبور والتليفون، فين هما الشواهد ديالو؟ فين هما الحوايج ديالو؟ فين هما البي سي ديالو؟ فين هي لاغريمون اللي كرا والبيسيكليت ديالته؟ فين هي خدمته؟ دخلت لجوجل حتى لي كومينيكاسيون ديال ولدي ديال 2020 والنص ديال 2021 ما كاينينش محيين. تنطلب السلطه تجيب لي لي نيميرو ديال ولدي، بغيت نعرفو كيفاش كان تيتهدد، وبغيت نعرف لي كومينيكاسيون ديال الناس اللي كانوا تيهددوه. وهاد الكلام اللي قلتو غادي يقدروا يصيبوه حتى في التليفون اللي جبدوا لي التليفون. هاد الكلام اللي عيط ليا وتيقول ليا بان فلان هو فلان غادي يقدروا يصيبوه. انا تنطلب السلطه المعنيه، تنطلب وزير الخارجيه يوقف معايا، تنطلبو يشوف من حالتي، وتنطلب السفير ديالنا اللي في المغرب اللي في الانجليز، تنطلب القنصل اللي في المغرب واللي في الانجليز. انا راه لا اله الا الله، الا بقيت بعقلي على هذا الشيء ديال ولدي لا اله الا الله. شوفوا من حالتي، شوفوا من حالتي يا صاحب الجلاله، شوف من حالتي. تنطلبك الله يحفظ لك مولاي الحسن، الله يحفظ لك لاله خديجه، الله يخليك لينا الا ما وقف معنا هاد الام. وشوف من حاله هاد الولد اللي مات في بلاد من غير بلاده، الله يرحم ليه، الله يرحم الوالدين، وقفوا معايا، الله يرحم الوالدين وقفوا معايا، الله يرحم الوالدين وقفوا معايا.